الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد سمعنا في هذه الليلة الخير الكثير، ومما مر بنا من كلام الله عز وجل آيات المواريث، وهما آيتان: يوصيكم الله في أولادكم، والتي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ذكر الله فيها المواريث فرضا وتعصيبا، ثم قال بعدها: تلك حدود الله. فهذه الكلمة بعد آيات المواريث تحمل ما تحمل من التهديد والوعيد لمن أخل بها. تلك حدود الله، بمعنى لا يتعدين أحد حدود الله بحرمان أحد مما يستحقه. ثم رتب على هذا الأمر بعد ذلك الجنة أو النار، يعني أن من أوفى، أن من وفى بحدود الله فله الجنة، ومن أخل فله النار. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. يا أيها الإخوة، الدنيا بحذافيرها لا تساوي في الجنة شيئا، وما ذكر من قاب قوسين أو موضع صوت إنما هو للتقريب إلى الأذهان. لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها، لقاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما عليها، هذا تقريب. وإلا فالدنيا زائلة، وذاك قاب القوسين أو موضع الصوت دائم، ولا يقارن الزائل بالدائم. فلهذا لو غالط الإنسان في المواريث، أو هجم بقوته وجبروته ونفوذه في باب المواريث، فحرم أيتاما أو أطفالا أو نساء، ماذا سينفعه هذا الذي أخذه؟ ماذا سينفعه؟ هي ذنوب يحملها على كاهله، سيئات، هذا حرمان يحرم نفسه من الجنة، هذا إقحام يقحم نفسه في عذاب الله جل وعلا. فلينتبه المسلم على نفسه، وليعطي كل ذي حق حقه. شيء قد فرضه الله، قدره الله وقضاه الله، فرائض شرعها الله، انتبه على نفسك يا عبد الله، لا تعارض أحكام الله جل وعلا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذن لا تغير. لاحظ كيف أن الآيات قوية وواضحة،
وضوح الشمس في رابعة النهار. فانتبه على نفسك يا عبد الله، يهجم بعض الناس بحيله ومكره، أنا عالجت أبي، أنا عالجت أمي من أجل أن يقتطع شيئا من المال ويأخذ فوق ما يستحق، أنا شارعت، أنا خاصمت، أنا حاكمت حتى استخرجت هذه الأشياء وأبعدت عنها الخصوم، ويأخذ أكثر مما يستحق بالحيل والمكر. نعم، وهو يعلم أنه لا يستحق هذا الشيء الذي أخذه. دع عنك أن بعض المناطق كعندنا هنا محافظة البيضاء مثلا هنا في اليمن، لا يمكن أن يورث المرأة أما كانت أو زوجة أو بنتا أو أختا، لا يمكن أن تورث لا بقليل ولا بكثير. وتأتي إلى المرأة بعض الناس الذين قد صلح حالهم وعرفوا السنة، يقول خذي حقك يا فلانة، يقول لأختي، تقول ما أريد لك. يا إخوة، الإنسان يفرح بدجاجة، كيف بأراضي طويلة عريضة وجنابي وبنادق وذهب وأشياء، كيف لا يفرح بها؟ الإنسان يفرح بدجاجة ولا جدي ولا كبش يفرح به. السبب أنها تقول أنا سأخذه، لكن ستبقى نقطة سوداء لي في قلب أخي. أختصم غدا مع أخي، أين أذهب؟ أتخاصم مع زوجي يوما ما، أين أذهب؟ أخي ما سينصفني ولا يؤويني، لكن أتركها له يدا عنده، حتى لو اختصمت مع زوجي يكون أخي مأوى لي، فتفتدي نفسها بمالها من جبروت هؤلاء الإخوة الذين ما سينصفونها من زوجها إلا إذا تنازلت عن حقها، سواء كان الشرط هذا علنا أو في النية. نعم، هذا موجود وهذا ملموس. أما يتق الله في أنفسهم هؤلاء القوم؟ أي واحد عنده من هذا الشيء قليل أو كثير ليتق الله؟ هؤلاء نساء ضعيفات، لو كنا رجالا لأخذ كل واحد حقه من عين الآخر جبرا، ولبرز كل واحد منهم إلى صاحبه بمحاكم أو بسلاح، ولو من تبه إلى تبه وبنادق وحرب، مستعد يستخرج حقه، لكن هذه المسكينة تستضعفها. نعم، فلهذا بارك الله فيكم، ليتق الله الإخوة الكبار وأصحاب النفوذ وإن كان لهم مكانة، ليتقوا الله في الأيتام والنساء وليعطوا كل واحد حقه. كذلك اتق الله الآباء الذي يتحيل على البنات بأي حيلة من أجل حرمانهن مما كتبه الله لهن. هذه وصية بحجة، وهي تكفي العشر حجج، وهذه وصية قراءة، وهذه كبارة للولد الكبير، وهذه أتعاب لفلان، وهذه كذا، ما تبقى إلا أشياء يسيرة قسمها فيما بينهم. قد أخذ نصيب الأسد وأعطاه للكبار وأعطاه لكذا، يا فلان ليش في نفسه إن لم يصرح بلسانه يقول بنتي مزوجة على ابن فلان، يصبح أولاد فلان يدعسوا أرضي، أنت دعست أراضي قوم، هذا شيء قسمه الله لهم، ما هو فضل منك، ما هو فضل منك، هذا شيء قسمه الله، هذا شيء فرضه الله، تتحمل لك الذنوب إلى بعد موتك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، قولا سديدا في الوصية.
واللفظ عام ولكنه في الوصية، لا يكتب وصية جائرة. يا أخي دع الناس كل واحد على ما قسم الله له، لا تحمل نفسك. والله هؤلاء الذين أنت تريد أن تعطيهم بدل من أن يترحموا عليك سيسبونك بعد موتك، والمظلومون كذلك، أنت أبوهم ومع ذلك يقولون لا رحمه ولا برد عليه، لأنك ظلمتهم مع أنهم أولادك، وكان بالإمسان إن كان أن يدعو لك، فأنت تظلم قوما لقوم بدون فائدة معك، ما معك فائدة. هذه أراضي يأخذها من أخذها، أموال يأخذها من أخذها، ما هي الفائدة التي معك؟ أنت ميت ستنزل إلى قبرك. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ما كفاه فجوره المستقبلي، يريد أن عداد السيئات يستمر بعد الموت، عداد السيئات يستمر بعد الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا عداد الحسنات. وعداد السيئات ما كان مثل هذه القضايا، يفعل له ظلما يدر عليه السيئات بعد موته، وتستمر عليه السيئات بعد موته، خصومات في المحاكم، الظلم الذي فيما بينهم، المخاصمة، المضاربة، المقاتلة، أنت مشارك في الإثم، أنت مشارك في الإثم. لا تحمل نفسك ولا تقول هذا البيت وقف ذرية لأولادي، من ما كان عنده سكن الذي ليس عنده سكن يسكن فيه، من حنقت من زوجها تسكن فيه، دعهم دعهم، قسمه ودع كل واحد ينتبه لنفسه، كل واحد يدبر نفسه، دعهم، لا تشغل نفسك بهذا. ما سيأخذها في الغالب إلا الكبار الظلمة الذين عندهم قدرة على السيطرة، هم الذين سيأخذون هذه الأشياء. لهذا لا تحمل نفسك ولا وصية، لا لهذا ولا لذاك، نعم لا لهذا ولا لذاك، دعها بارك الله فيك كما أمر الله، تقسم وكل واحد يأخذ نصيبه، وكل واحد سيترحم عليك ويدعو عليك أنك ما فعلت لهم مشاكل. فلا تغرس لنفسك ولأولادك شيئا يعود عليك بالذنب، يعود عليك بالسيئات والظلم، نسأل الله السلامة. فنعود إلى ما بدأنا به، لاحظ كيف بدأ الله بعد أن ختم الله آيات الميراث، قال تلك حدود الله، لتعلم أن هذا لفلانة، هذا من حدود الله، هذا لفلان وفلان، هذا يتيم ما سيكبر إلا وقد أكلوا وشربوا وقد نسوا كيف تقسمت، هذا بارك الله فيك، هذا من حدود الله، هذا من حدود الله، هذا الثمن لفلانة، الكبير هذا يقول فلان هذه خالتي، هذا حد من حدود الله، خالتك ولا أمك، هذا حد من حدود الله، تلك حدود الله، نعم تلك حدود الله، فأنت مسؤول أمام الله عن هذه الحدود. وذكر لك بعدها الجنة والنار، أن من أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار، أي أن من توقع حدود الله فلم يتعدها فله الجنة، ومن تعدى حدود الله فله النار. نسأل الله التوفيق والسداد. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.